السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحه. ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم بعض المشتريات اللي ماشي خاصه بعيد الكبير. غير لقيت فيها بروموسيون شريتها. بالنسبه هنا خديت واحد الكويسات اللي هما هادو، خديتهم واحد سوبر مارشي عاد فتح في مراكش سميتو يابيو. صراحه زوين، فيه المعن رخاص وعجبني بزاف. بالنسبه للناس ديال مراكش اللي بغاو يمشيو ليه، راه كاين في حميد سعود. صراحه انا كنديروا الاشهار فابور ولكن باش نفيد الاخوات اللي هنا، هادو خديتهم ب 41 درهم، زوينين بزاف، فيهم اربعه التشكيلات. كاين وحدين بحال فيهم بحال الحجر داكشي تيبري، ما بغيتش ناخذهم، خفت لي تقشر مع المده. خدت هادو ما فيهم لا حاجه لا والو، سامبل كما قلت لكم، هادو 41 درهم. خديت هاد المقله، الصراحه زوينه بزاف وثقيله. انا خديت التشكيل تاعها كما كتشوفوا، خديت الصغيره فيها، الصغيره ديالها دايره 45 درهم. خدت جربت فيها البغريس صدق واعر، جات فيها الكريب ما لصقوش، جاو زوينين. وانا نمشي ناخذ الكبيره ديالهم، ماشي الكبيره وانما هذه هي راه كبيره، كاينه الكبيره ما خديتهاش، هذه ب 55 درهم حتى هي زوينه، اللي باقا ما خدمتش فيها يلا حيت لها غير التيكيته. كما قلت لكم هذه 55 والاخرى 45. خديت هادو ديال العطريه، فيهم الاسماء، دابا دي مالح، هذا خرقوم. المهم هادو فيهم سعود من نفس المتجر اللي قلت لكم نيس، كما كتشوفوا 3 في 3 في 3. خديت هادو ب 168 درهم، وخديت هادي من مرجان، هادي كنت باغا ناخذها من شحال، هادي كنلقاوها 100 درهم. هادي لقيتها رخيصة داك النهار في مرجان دايره بروموسيون، لقيتها ب 69 درهم، راه باقا الان نيت حيت فاش تقديت لقيتها زوينه. الكيكه تحطي فيها لي كاب كيك، المهم زوينه حسن من التفصيل. 69 درهم من مرجان. وخديت هاد المولينكس، هاد الطحانه، هادي اللي غاليه شويه، شحال انا كنجمع لها الصراحه، تجمعت لها فلوسها. هادي خديتها ب 560 درهم، لقيت بزاف دايرين البروموسيون في حال من وحده، ولكن انا خديت هادي على ود زعما حيت واخدينها الناس وصبرات ليهم. هاديك عندو طروارة قديمه واللي عجبني فيها هو ان المفتاح كتحيد عاد يمكن لك تغسليه، وإلا ما تحيدش الموس ما تحيدش هادي، تحيدي الموس عاد ممكن تحيدي هادي. كما قلت لكم 560 درهم، وزوين انها كتبين حتى ملي كتكوني طحني العطريه كتبان لك. خديتها ب 560 درهم. هاد الكاس تاعها كيهز اطرو، كيهز اطرو وربح. خديت هاد الكيسان ديال لاكلاص، صراحه زوينين بزاف وصغار. انا عندي هادوك درت فيهم داك النهار الكلاص، راكم شفتوهم في القناه، هادوك كنت واخداهم وقيله ب 30 درهم، وانا ما عرفت ولا ما لقيتها مع شي 10 دراهم يمكن ثلاثه. هادو صغار، هادوك تقريبا قد هكا، هادو ثلاثه ب 10 دراهم. خديت 6 ب 20 درهم، هادو خديتهم من كارفور. وخديت هاد الكيسان تاع العصير تا هما عجبوني ب 20 درهم. خديتو من كازا، خديتو من سباتا، من القصاري ديال سباتا. فيه 12 سربيته، صراحة أنا تيعجبوني. عندي داك الناب العادي، هادوك العادية راه كتعرفوهم كامل ديال 3600، ولكن تيعجبني هادشي ديال الطرزانة. خديتو ب 200 درهم، معرفتش أنا واش هاد الثمن مناسب ولا لا، منعرف. المهم قالت لي هي 250 درهم، أنا نقصت لها 50 درهم، خلاتهم ليا ب 200 درهم. الا زعما عندكم وشايلو بشي ثمن اخر ناقص ولا زيد، خليوها ليا في التعاليق، انا راه ما عندي حتى فكره عليهم. هاد الرشيمه اللي كتجي الوسط في الناب، صافي هادو هما المشتريات. ودابا غادي بعض الاخوات كانوا سولوني على الات البانيني ديالتي، على سميتها وداك الشيء، انا غنوريها لكم وتشوفوا هذيك الساعه بعينيكم. هادي هي آلة البانيني، هادي هي لا مارك، والله ما شوف واش تقرا لكم نتوما، ما تقرات لي كاع على هاد الماركة. واش هادي واش هادي ما نعرفو، هادي هي الماركة ديالتها، خيتها من بيم، ماركة ديال تركيا.
واللي زوين فيها ان عندها ثلاثه، عندها هادو كيتحيدو هكا وكيتركبو وحدين اخرين. كتركب هذه ديال الكوفر، ديال لي كوفر اللي كانوا الاخوات متوفرين لهادي. نحط لكم لي كوفر زوينين كيجيو لذاد ومقربشين. كتحط وحده هنا وحده هنا، وتفت تنظيف زوينه، والثمن راه زعما راه رخيصه بزاف بالمقارنه مع هادشي اللي عندها. انا راه فايت لي مشيت سولت عليها، كنت بغيت نشريها من مرجان ولقيت واحد الثمن شويه طالع اللي هي الماركه ديال مولينكس. ها هي هذه ديال الطوست، كديري دوك لي ساندويتش ديال ديري الطوست هنا وكتوركي، كديري فيهم لي ساندويتش وكتوركي، كيعطيك الطوست مقسوم على جوج ومحمر من هنا ومن هنا. الثمن ديالها 186 درهم. صافي هادي قالت باينه، وريتها لكم بالنسبه لكم مع المشتريات. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، والتحيه ديالهم غتطلع لهاد المتتبعه. وكيف ما العاده الا عجبتكم الحلقه ما تنساوش من لي كومونتير لي لايك واشتراكات، وخليت لكم الراحه في امان الله. وكنشكركم بزاف على الدعم المستمر ليا. خليت لكم الراحه في امان الله.